أهلا بكم. بدأت الأزمة اليمنية بالتشعب أكثر فأكثر، فبعد أن كان صراع بين فريقين، الأول الحوثيون ومعهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والثاني الرئيس عبد رب منصور هادي والتحالف العربي لدعم الشرعية. أمس اليوم المشهد معقدا أكثر من ذلك بعد صراع أبناء الحلف الواحد. بالأمس كان صراع الحوثيين مع صالح في صنعاء، واليوم صراع المجلس الانتقالي مع الحكومة الشرعية في عدن، وصراع الأجندات بين التحالف في نفسه، وما ينعكس على الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية. في زحمة تلك التباينات والخلافات الإقليمية والدولية، تأتي زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان لبحث ملفات عديدة أهمها الملف اليمني، فيما تحدثت مصادر عن وساطة دخل فيها السيسي لحل خلاف عماني إماراتي بدأ يطفو على السطح. والجدير بالذكر أن السيسي توجه فورا إلى أبوظبي بعد أن أنهى زيارته للسلطنة. أهلا بكم لنناقش هذه الموضوعات في حلقة جديدة من برنامج عين على اليمن، ولنبدأ بالتفصيل والنقاش حول زيارة عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري إلى سلطنة عمان ومن ثم إلى أبوظبي وبحث الملف اليمني، لكن دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود. بعد الخلافات التي طفت على السطح بين سلطنة عمان والإمارات بسبب ما رآه مراقبون انزعاجا عمانيا من وجود قوات إماراتية على الحدود العمانية اليمنية، تأتي زيارة عبد الفتاح السيسي لعمان كوسيط لحل هذه الخلافات. الزيارة المطولة التي دامت 3 أيام وشهدت استقبالا باهرا من السلطان قابوس لعبد الفتاح السيسي فتحت باب تساؤلات واسع حول حزمة الأهداف من ورائها، لا سيما وأنها ملحوقة بزيارة أخرى لدولة الإمارات. مصادر صحفية ذكرت بأن مباحثات السيسي مع السلطان قابوس تناولت عددا من الملفات شديدة الأهمية، على رأسها تسوية الأزمة الدبلوماسية المكتومة بين سلطنة عمان ودولة الإمارات بعد انتشار القوات الإماراتية على الحدود بين اليمن وسلطنة عمان التي عرفت بدورها كوسيط في القضية اليمنية إقليميا بين دول الخليج وإيران ومحليا بين الحوثيين وقوات التحالف. صحيفة الجريدة الكويتية نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع أن السيسي أطلع السلطان قابوس على وثيقة مبادرة تمهد لإنهاء الصراع في اليمن وتسمح بإجراء محادثات سياسية بين الأطراف المتصارعة. كما ذكرت الصحيفة أن هذه الوثيقة تتضمن إلزام الحوثيين بوقف إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية وعدم التعرض للملاحة في مضيق باب المندب والابتعاد عن إيران بما يسمح باستقلالية قرارهم، بالإضافة إلى ترك سلاحهم وانضمامهم تدريجيا تحت لواء الجيش اليمني. فهل تكون زيارة السيسي ذات تأثير على سياسة سلطنة عمان؟ وهل من شأنها أن تغير مجريات الأحداث في اليمن بتحويل وجهة دولة تعتبر بمثابة الفاعل الخفي في القضية اليمنية؟ لا سيما وأن العديد من التقارير تحدثت سابقا عن أن سلطنة عمان تعتبر خط الإمداد الأكبر للحوثيين. إذن بعد متابعة هذا التقرير دعونا نرحب بضيفنا الذي سيصحبنا في هذه الحلقة، الأستاذ دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي. سيد شمسان بداية أهلا فيك معنا. أهلا وسهلا. ودعنا بداية نتحدث حول زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان والحديث هنالك عن اليمن وطرح الملف اليمني في هذا التوقيت، كيف تقرأه من قبل مصر؟ أعتقد أن يعني الملف ينبغي أن موضعه في حجمه، لأن كما تعلم أن هنالك زيارة مؤجلة تم التوقيت لها الآن، وهناك زيارة لم يكن معلن لها اللي هي متجهة للإمارات، فهناك زيارة مؤجلة تم اختيارها في توقيت، وهناك زيارة مفاجئة غير مبرمجة مسبقا إلى الإمارات، وبالتالي هذا التحرك مربوط بعنصرين. عنصر الأول هو كما تعلم يعني إيجاد منفذ عربي وحضور مصري بعد ما يعني ما أفرزه الحقل السياسي المصري بما يتعلق بالعملية الانتخابية ويعني وما يحدث من صراع حول العملية الديمقراطية وما تم من إيجاد إرباك للمرشحين في مصر، هذا يعطي
دفعة للنظام المصري بخروجه العربي واستعادة دوره كوسيط عربي ودولة نافذة لها تأثير في المحيط الإقليمي والعربي، إلا أن فيما يتعلق بالجانب العماني الإماراتي يمكن أن يكون هنالك لها عنصرين اثنين. يعني أعقد يعني نحن نتفق، أولا هناك يعني إعطاء فائض قيمة لهذا وإيجاد حضورا عربيا وإعادة مصر لمشهدها، هذا عنصر رئيسي. العنصر المتعلق بعمان والمتعلق بالإمارات يتعلق بجانب اقتصادي منه بين العلاقات المصرية العمانية لأنها منخفضة 300 مليون دولار حجم التبادل، أيضا إيجاد نوع من الوساطة بين عمان والإمارات المتعلقة بالصراع في الجغرافية اليمنية، وهذا معروف هذا الصراع. لكن ما يتعلق بالحلول التي يحاول التغطية على الوساطة، أعتقد أن مصر لم تعد تلك الدولة العربية القائدة التي تستطيع أن يكون لها نفوذ ولها شخصية كاريزمية تلعب دور. هي اختارت الانزواء والتقوقع في جغرافيتها. ما يطرح من حلول يعني سيد شمسان، قبل الحديث في موضوع الحلول والرؤية المصرية المطروحة بالنسبة للملف اليمني وما طرح هنالك في سلطنة عمان، هل من حديثك يفهم بأن هذه الزيارة أتت من أجل الوساطة الإماراتية العمانية أكثر منها طرح ملف اليمن وإيجاد حل؟ هو تقريب وجهات النظر بين أو إيجاد قواسم مشتركة بين عمان والإمارات. المسألة اليمنية كما تعلم هي تحت نظر مجلس الأمن. الحلول المطروحة تقريبا يعني قد تم تجاوزها ولا يمكن ترجمتها، وأيضا من الأشياء الخيالية أو الطوباوية الحديث عن فك ارتباط الإيرانيين عن إيران. نحن نتحدث عن صراع استراتيجي، نتحدث عن ثلاثة الآن من ممثلي الأمم المتحدة، نتحدث عن جولات من الماراثونات من المشاورات، نتحدث عن وجود سلطة واقعية ورثت نظام صالح، نتحدث عن استراتيجيات صراع إقليمية في المنطقة. وهناك يعني ما طرح من مبادرة، هل المجتمع الدولي بكل قوته وبكل حضوره الدولي الذي عجز في إيجاد حلول لهذه المسألة وسيجدها المصريون؟ كما تعلم مصر الآن ليست اللاعب الذي يمكن أن يلعب دورا مؤثرا في حل المسألة اليمنية. أعتقد الدور طيب المصري محصور هو في ثلاثة زوايا: إعطاء يعني دعم للرئيس السيسي في الشارع المصري وإعادة مصر إلى واجهة المشهد العربي كلاعب دولي رئيس في حل القضايا الإقليمية، وأيضا الاستقبال الشخصي الذي وجده في الإمارات أيضا أعطى هذا الحضور العربي له. العنصر الثاني يتعلق بإيجاد نقاط التقاء وتخفيف الأزمة بين عمان والإمارات حول الصراع في اليمن في الجغرافيا اليمنية. العنصر الثالث اقتصادي. ما يتعلق في اليمن أعتقد أنه جاء لإخفاء أو يعني جعل المسألة الأساسية مسألة ثنائية، بينما المسألة اليمنية ليست محل طيب الرئيس المصري. دعنا نفصل قليلا فيما نقلته صحيفة الجريدة الكويتية حول تلك المبادئ التي تحملها الوثيقة المصرية من أجل إيجاد حل سياسي أبدي كما قيل للملف اليمني، وهي مبادئ متعلقة بوقف القتال والدخول في هدنة، طبعا مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية، ثم الجلوس على طاولة المفاوضات ومناقشة أيضا القضايا الخلافية، مع تواجد كذلك دولي في هذه الوساطة ممثل بالأمم المتحدة تحديدا. لمذا قبل قليل ألمحت إلى أن هذا ربما يكون خيالا مصريا أكثر منه ربما يكون واقعا للتطبيق على الأرض في اليمن؟ ما هي القوة الواقعية والرمزية والسياسية لمصر حتى تلعب دورا وسيطا بين دول التحالف والحوثيين أو بين الحوثيين والسلطة الشرعية؟ يعني ما هي الضمانة التي استقدمها؟ المجتمع الدولي لم يستطيع أن يقدم هذه الضمانات. وما علاقة مصر الاستراتيجية بإيران؟ لأن عندما نتحدث عن الحوثيين نحن نتحدث عن إيران، لا نتحدث عن الحوثيين. كما تعلم الآن الحوثيين أكثر أهمية من حزب الله في لبنان،
بالنسبة لإيران والصراع الاستراتيجي، عندما يصبح الحوثيين أكثر أهمية من حزب الله، وأن وجودهم في خاصرة المملكة العربية السعودية خيارا استراتيجيا للمملكة لإيران ول يعني استهداف المملكة العربية السعودية، فإن الحديث عن تسليم السلاح، أنا يعني تتبعت بعض الحلول، تسليم السلاح، أي تسليم سلاح سيسلمه الحوثيين وهم قد استولوا على كل يعني كل أسلحة الدولة. اثنين، هذه الطروحات، أول الطروحات التصويت الدولي تحدثت عن الانسحاب من صنعاء، أي انسحاب من صنعاء وهم قد شكلوا كيان موازي في البلد. هذا الكيان الموازي تم فيه إحلال الأتباع في مؤسسة الدولة الأمنية والعسكرية والسياسية والأكاديمية والاستخبارات، كان إحلال. وهنا دعنا نتحدث عن حجم المسألة، لما نقول إحلال يعني هناك كيان موازي. عندما يقول عن عندما يتحدث عن إدماج الحوثيين في القوات المسلحة في الجيش، هم الآن مسيطرين على الجيش، وأي إدماج، وهذا طموحهم القديم، الآن لم يعودوا يطمحوا في الإدماج. هم الآن الجيش بحد ذاته يعني استولوا على، قاموا بصهر قطاعات صالح، وهذه هم ميليشيات. بالتالي أنت الآن تحقق الأهداف الإيرانية، يقول لك ننسحب المدن، كيف ننسحب؟ نحن يمنيين واستولوا على الدولة، قاموا بأخذ الموارد العامة للدولة وشراء كل عقارات صنعاء، وخلقوا طبقة اقتصادية للتحكم في الدورة الاقتصادية. أيضا قاموا بتأسيس شركات عابرة للوطن بحيث يكون لديهم تمويل ولديهم تأثير. يعني نحن يعني ما تطرحه الوثيقة أيضا من مسألة الانضمام التدريجي بالنسبة للحوثيين إلى قوات الجيش اليمني، هل هذا أيضا غير ممكن في النهاية؟ طبعا الانضمام للجيش اليمني، هؤلاء ليس لديهم، يعني عندما نناقش هذه القضايا ينبغي أن نفهم، أن ندرس ما يسمى باستراتيجيات الصراع ورهانات الجماعات. هذه ثورة مضادة، هكذا ثورة مضادة يعني لثورة 26 سبتمبر، بمعنى أن هؤلاء حكموا اليمن قبل 1962 ما يقارب 10 قرون. هؤلاء جاءوا لاستعابة السلطة واحتكارها في البطنين. هؤلاء أداة للجمهورية اليمنية الإسلامية على الشاكلة الإيرانية، ويحتاجون إلى مرجعية عقائدية مقرها صعدة تقابل قم. وبالتالي صنعاء أصبحت مقسمة على شاكلة بيروت. من هنا الحديث عن الانسحاب من المدن، الحديث عن إيقاف المعارك، هذا بعيد عن الحلول الواقعية. هناك مرجعيات دولية الذي يسعى إلى ما يسمى يعني الحديث إلى فك ارتباط عن إيران. هل هذا هو طرح سياسي، فك الارتباط؟ هذه خطة استراتيجية لأن تكون للحوثيين المقدمة الأولى لإيجاد كيانات أخرى في السعودية وفي البحرين وفي بقية دول الخليج. يعني حزب أنصار الله اليمني هم حزب الله اليمني، سيتم إعلان عن أحزاب الله وأنصار الله كيانات أخرى في المنطقة الشرقية وفي البحرين وفي بقية المناطق. بالتالي تتحدث لي عن فك ارتباط، الحوثيين هم المقدمة الأولى لإعلان كيان سيتم دعمه بوسط الحوثيين. طيب سيد شمسان، الآن إذا كانت هذه الرؤية المصرية وهذه المبادئ التي جاءت بها الرؤية المصرية من أجل توفير حل أو إيجاد حل بالنسبة للملف اليمني غير قابلة للتطبيق، ماذا بشأن القضايا الأخرى التي جاء بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث يقال بأنه قد نوقشت مسألة الحدود ومحاولة احتواء التوتر الحالي الموجود حاليا ما بين عمان وبين الإمارات في ظل تواجد قوات عسكرية إماراتية على الحدود العمانية؟ هذا يمكن سيلعب دور في تخفيف، يعني يلعب دورا في امتصاص مسألة أو صراع غير معلن إلا بشكل مستحي على مستوى الصحف أو على مستوى ما يتداول بين سلطنة عمان وبين الإمارات العربية المتحدة. الإمارات الآن تتحرك وفق استراتيجيات للاستيلاء على الجغرافيا اليمنية برمتها، والاستيلاء على المواقع الاستراتيجية والجزر. طيب سيد شمسان، سأناقش هذا الموضوع معك بعد قليل، ولكن الآن ينضم إلينا هاتفيا عبد الله الغيلاني المحلل السياسي العماني. سيد الغيلاني، أهلا فيك بداية معنا. تحديدا ما الذي نوقش بين مصر وعمان في زيارة السيسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك وبالضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. في تقديري أن هذه الزيارة لم تحمل الكثير ولم يتنقض عنها يعني كثير نتائج، وأحسن أن الإعلام كونها الزيارة الأولى لعبد الفتاح السيسي إلى السلطنة، فأحسب أن الإعلام قد بالغ في إضفاء هالة على هذه الزيارة. هذه الزيارة تأتي لتكسر الجمود والفتور في العلاقة العمانية المصرية. هذه العلاقة شهدت يعني شيء من التراجع وشيء من الفتور بعد الانقلاب الذي حدث في مصر في 2013. فالسلطنة لم تنشط، صحيح أنها لم تشغب على هذا النظام الانقلابي، ولكنها لم تنشط في دعمه وفي إسناده كما فعلت كثير من أو بعض دول الخليج، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وبدرجة أقل دولة الكويت. لكن السلطنة نأت بنفسها عن هذا الحدث، وبالتالي يعني هذا أفضى إلى شيء من الفتور في العلاقة بين مصر وسلطنة عمان، وهي العلاقة التي كانت تاريخيا دوما يعني في الذروة. سلطنة عمان تميزت بالارتباط بعلاقة وطيدة جدا بالأنظمة المصرية المتعاقبة، ابتداء من نظام السادات ثم نظام الرئيس حسني مبارك، ولكنها تراجعت كثيرا. لكن سيد الغلاني، حسب ما رشح في بعض وسائل الإعلام خاصة الكويتية، أن الرئيس المصري كذلك حمل رؤية خاصة فيما يتعلق بالملف اليمني من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة. كثيرة هي النقاط صراحة التي وردت، ولكن ربما من أهمها هي دمج الحوثيين فيما يتعلق بالجيش اليمني، تعهد بعدم إطلاق الصواريخ الباليستية على الإمارات أو على السعودية، مسألة توقف إطلاق النار، المساعدات، المفاوضات. هل لديكم أي معلومات بهذا الشأن؟ لا أميل إلى هذا الاستنتاج. أولاً لم يرشح شيء من يعني الجهات الرسمية العمانية ولا حتى من وسائل الإعلام. يعني الذي رشح فقط على المستوى الاقتصادي أنه نوقش دراسة إنشاء مجلس أو صندوق استثماري بين الطرفين، دراسة لإنشاء صندوق استثماري بين الطرفين للنظر في الفرص الاستثمارية بين عمان و يعني مصر، رغم ان الميزان التجاري بين البلدين ضعيف جدا. ولكن على المستوى السياسي انا استبعد تماما ان يكون عبد الفتاح السيسي قد حمل مبادره او حمل معه الملف اليمني لعده اسباب. اولها ان مصر اليوم تمر بلحظه انكسار ولحظه تراجع ولحظه ضعف. مصر ليست هي مصر المعتاده، مصر لم تعد حاضره في الملفات الاقليميه. فمصر يعني تمر بلحظه استثنائيه على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وبالتالي يعني ليست هي مصر التي كانت تطلع بأدوار مركزية وأدوار ريادية في المنطقة. فأستبعد تماما أن عبد الفتاح السيسي جاء يعمل معه الملف اليمني أو غير الملف اليمني. طبعا سيد الغيلاني، هو فعلا كما تحدث أنه سياسيا لم يرشح أي شيء أو لم يتم الحديث عما رشح من هذه الزيارة بشكل رسمي، ولكن صحيفة الجريدة الكويتية هي من تحدثت وما نقلته عن مصادر. نحن نتحدث في حال صحة هذه المعلومات، خاصة أن هنالك تقارير إعلامية، وأتمنى منك الرد في هذه النقطة، تتحدث أن سلطنة عمان تعتبر خط إمداد بالسلاح بالنسبة للحوثيين في اليمن. هذه النقطة أنا أتحفظ عليها كثيرا لأسباب موضوعية بحتة. يعني كيف يمكن لسلطنة عمان أن تدخل السلاح إلى الحوثيين؟ إذا نظرت إلى جغرافيا اليمن، الحوثيون في الشمال اليمني في صنعاء وصعدة وعمران وهذه المناطق والحديدة، بينما المنطقة المحددة لسلطنة عمان هي محافظة المهرة، ومحافظة المهرة ثم المحافظات التي تليها وصولا إلى صنعاء، محافظة حضرموت ثم الدخول إلى يعني مأرب، مسافات طويلة جدا، وهذه المحافظات خاضعة للشرعية. فإذا افترضنا أنه تم إدخال سلاح من السلطنة عبر محافظة المهرة، فإنه سيقطع كل هذه المسافة الجغرافية البعيدة وصولا إلى صنعاء، وهذه المناطق يفترض أنها تحت سيطرة الحكومة الشرعية. إذا يعني هذا الأمر يعني عمليا مستبعد تماما. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، البحر مفتوح، الساحل الغربي، البحر الأحمر مفتوح أمام الحوثيين، ولعل الإمدادات تأتيهم عبر الموانئ، ميناء الحديدة تحديدا، فليسوا في حاجة إلى يعني هذا الالتفاف يعني الجغرافي الطويل حتى يستلموا الأسلحة. ولكن لا شك أن سلطنة عمان منذ أن بدأ الانقلاب، انقلاب الحوثيين في اليمن في سبتمبر 2014،
سلطنة عمان رغم أنها تعترف بالحكومة الشرعية ولكنها ترتبط بيعني علاقة تواصل مع الحوثيين، ومسقط دوما كانت هي محطة للتفاوض والانتقاء ويعني إيصال يعني رسائل الفرقاء المختلفين. فنعم السلطنة ترتبط بعلاقة من نوع ما مع الحوثيين وهي بوابة التفاوض مع الحوثيين، ولكنها تعترف بالآن ذاته. طيب سيد الغيلاني، إذا ما كان الملف يعني اليمني لم يكن طرحا رئيسيا فيما يتعلق بهذه الزيارة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عمان، هنالك من يقول بأن توقيتها مهم جدا حيث ربما قد وصل الرئيس المصري من أجل رأب الصدع أو احتواء التوتر الحاصل بين عمان وبين الإمارات بعد تواجد عناصر عسكرية تابعة للأخيرة على الحدود العمانية. نعم، هذا أيضا من المبالغات السياسية. إن كان هناك من أدوار للتدخل من أجل رأب الصدع أو الشروخ في العلاقة العمانية الإماراتية، إن كان هناك من تدخل فالكويت مثلا هي أولى بالقيام بهذا الدور، وقد قامت بهذا الدور تاريخيا في 2011 وما أعقب ذلك. مصر ليست مؤهلة لأن تقوم بهكذا أدوار. مصر لا ترتبط بعلاقة وثيقة بسلطنة عمان، هي صحيح أنها ترتبط بعلاقة استثنائية بالإمارات، ولكن المفارقة أن حتى هذه العلاقة المصرية الإماراتية هي علاقة التابع بالمتبوع، يعني الإمارات هي التي تطلع اليوم بدور ريادي، ومصر تتبع يعني هذه الأدوار التي تقوم بها الإمارات وبدرجة أقل المملكة العربية السعودية. إذن مصر في المحصلة ليست حاضرة، ليست هي الدولة المركزية التي يمكن أن تطلع بهكذا أدوار. وبالتالي أنا في تقديري أن هذه الزيارة هي زيارة مجاملات دبلوماسية، كسر لحالة الجمود في العلاقة العمانية المصرية، لم يترتب عليها شيء، لم تفرز يعني أي نتائج لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاستراتيجي ولا على المستوى الاقتصادي أيضا. وأحسب أن هناك تضخيما إعلاميا بهذه الزيارة، ربما يكون مصدر هذا التضخيم يعني حفاوة الاستقبال التي حظي بها عبد الفتاح السيسي، وهذا من يعني التقاليد البروتوكولية العمانية، ولكنها لا تعني الكثير على المستوى الجوهري. يعني ليست هي زيارة تحمل أجندات يعني جوهرية ولم يتمخض عنها شيء ذو بال. أشكرك جزيلا سيد عبد الله الغيلاني المحلل السياسي العماني، كنت معنا هاتفيا. سيد شمسان، إذن هنالك مبالغة فيما يتعلق بالزيارة حسب سيد الغيلاني وما جاء به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجاء فقط لتجديد العلاقة ما بين مصر وبين عمان أكثر منها من الحديث في اليمني أو الحديث فيما يتعلق بالتوتر الحاصل بين الإمارات وعمان. أعتقد أنه ما طرحته في السابق يلتقي مع طروحات الأستاذ الغيلاني. هذه الزيارة جاءت لخدمة عبد الفتاح السيسي وليس لأن هناك انتخابات، وهذا تسويق، لكن تسويق له ونوع من له علاقة بالوضع الداخلي المصري أكثر منه تقديم تسوية. اثنين، مصر ليس طرفا محايدا، هي أقرب للإمارات من سلطنة عمان. ولكن أيضا في لو دخلنا في قراءة أوسع فيما يتعلق بتوقيت هذه الزيارة، فهي تسبق القمة العربية المرتقبة في السعودية في شهر مارس المقبل، والملف اليمني أيضا سيكون حاضرا. لا أعتقد أن مصر في هذا المرحلة يمكن أن تلعب دورا في القضايا العربية أو تتصدر المشهد. مصر لديها أزمة مشاركة حادة، لديها ملفات داخلية يهمها، وبالتالي أعتقد أن هذه الزيارة جاءت في، أنا أقولها وأكررها، لا تحمل خطة للمشروع اليمني ولا حتى تستطيع أن تمتص، أنا قلت أول كلمة امتصاص المسألة، الصراع العماني الإماراتي في اليمن استراتيجي، وإذا ما هنالك طرف يمكن له أن يتدخل للتخفيف من هذا الصراع الاستراتيجي، فأعتقد أنه هو الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الكبرى، لأن الموضوع أكبر بكثير من إيجاد حلول عربية دون ضمانات، لأن الإمارات لديها استراتيجية واضحة في اليمن، وهذا يؤدي إلى تضرر الأمن القومي العماني، وأيضا هي تعتبر أن لديها امتدادات في المهرة ولديها يعني أمن قومي مرتبط ببعض المناطق. إذن أعتقد أن زيارة السيسي هي لخدمته أكثر منها لتقدم تحمل. ربما تكون هي بعيدة عما رشح في الإعلام فيما يتعلق بالملف اليمني حسب ما تحدث فيه الدليل على ذلك وما تحدث فيه سيد الغيلاني.
وهذا الطابع البسيط لتقديم الدعم. سيد شمسان ستبقى معنا مشاهدينا، سنذهب إلى فصل قصير نناقش بعده اختلاف أجندات التحالف في اليمن، ابقوا معنا. في أبرز الملفات التي تناولتها الصحف العربية والأجنبية في أسبوع، إطلالة أسبوعية ترصد أبرز ما تصدر اهتمامات الإعلام العربي والغربي في صحافة الأسبوع، يأتيكم السبت في الأوقات التالية، يعاد بثه في الأوقات التالية. هل تغير الموقف الروسي من عملية غصن الزيتون التركية بعد مؤتمر سوتشي؟ هل تحولت الولايات المتحدة من محاولة احتواء غضب أنقرة إلى توريطها في عفرين؟ وإلى أي مدى تبدو طهران متفهمة لدوافع أنقرة وعمليتها العسكرية؟ مواقف مختلف الدول من عملية غصن الزيتون موضوع الحلقة القادمة من برنامج أوراق تركية، يأتيكم الخميس 14 بتوقيت غرينتش. فلسطين قصة صمود. أهلا وسهلا بكم من جديد. دعا الرئيس أو رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر السعودية للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مدينة عدن خلال الأيام الماضية، وقال إن حكومته منعت انهيارا شاملا للدولة ودافعت عن أمن اليمن وأمن الخليج. وفي السياق نفسه اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن معارك مدينة عدن الأخيرة في جنوب اليمن بين مجلسي أو المجلس الجنوبي الانتقالي والقوات التابعة للرئيس عبد رب منصور هادي كشفت هشاشة التحالف السعودي الإماراتي واختلاف الأجندة لدى البلدين اللذين يتزعمان العمليات العسكرية في اليمن منذ 3 سنوات ضد الحوثيين. نتابع. أصبح من المؤكد أن الأحداث الأخيرة في عدن كشفت كثيرا من الجمر تحت الرماد، فاقتتال الحلفاء في المدينة ليست مسألة عابرة أو تفصيلا في الأزمة اليمنية بقدر ما هي قضية رئيسية كشفت بحسب صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية اختلاف أجندات السعودية والإمارات وتهديده التحالف في اليمن. الصحيفة قالت رأيها واستدلت عليه بجملة من الدلائل، منها أن الانفصاليين الجنوبيين الذين شكلوا ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي سعوا منذ فترة إلى استعادة دولة جنوب اليمن التي كانت قائمة قبل توحيد البلاد عام 1990، ووجدوا في الدعم الإماراتي لهم فرصة سانحة لإعادة تلك الدولة على خلاف السعودية ودعمها لقوات الرئيس عبد رب منصور هادي وتقاربها من حزب الإصلاح، الحزب الذي ترى فيه أبو ظبي امتدادا للإخوان المسلمين في المنطقة. والدليل على ذلك مستوى التسليح الإماراتي لقوات المجلس الانتقالي والدعم الجوي الذي حظي به هؤلاء من الطائرات الحربية الإماراتية خلال اشتباكها مع القوات الحكومية في عدن. الصحيفة تكمل وتقول إن السكان في المدينة يشعرون بالقلق من الوجود الإماراتي المتزايد، فهم يعتقدون أن أبو ظبي تحاول الحصول على مكاسب إماراتية من خلال السيطرة على موانئ البلاد وخاصة عدن التي تقع إلى جانب أهم ممرات الشحن الرئيسية، وبهذا الصدد
يقول الصحفي اليمني حسن الجلال للصحيفة إن الإمارات لديها طموحات في الجنوب خصوصا في الميناء، ومن هنا فإنها تدعم الحركة الجنوبية الانفصالية. ولعل ما يزيد ذلك الخلاف في الرؤية تصديقا الانتقادات الخارجة من الحكومة اليمنية للإمارات أو للأطراف الداعمة لها منذ بداية الأزمة. فحديثا دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد بن تغر السعودية لوحدها من دون الإمارات للتحقيق في الأحداث التي وقعت بمدينة عدن، وقال إن حكومته منعت انهيارا شاملا للدولة ودافعت عن أمن البلاد وأمن الخليج، متهما المجلس الجنوبي بمحاولة الانقلاب على الحكومة الشرعية. وهذا الاتهام يذكر باتهامات سابقة، إحداها اتهام مصدر حكومي بالقصر الرئاسي الإمارات بدعم الاحتجاجات المسلحة في عدن تأكيدا لتفوق نفوذها في الجنوب. في المحصلة خلاف بين أجندتين يؤخر الحل ويشتت الهدف الذي قام عليه. من جديد سيد عبد الباقي يرحب فيك مجددا. الآن موضوع اختلاف الأجندات فيما يتعلق بالتحالف تحديدا الإمارات والسعودية في اليمن، أحداث واشتباكات التي حصلت في عدن قبل 10 أيام واستمرت، كيف أثرت على صلابة هذا التحالف بين الطرفين؟ دعنا نقوم بالتوصيف الدقيق. هناك استراتيجية إماراتية واضحة، وهناك قلق سعودي من الوجود الإيراني، وبالتالي لا يهم المملكة العربية السعودية بقاء اليمن موحدا أو منقسما. المهم طيب ما هي استراتيجية الإمارات بداية؟ استراتيجيتها هو يعني السيطرة على المناطق الجنوبية وفك الارتباط، لأن التقرير يقول وجدت في دعم الإمارات، بل الإمارات هي التي سعت إلى إيجاد مزاج شعبي طارد لكل ما هو شمالي، هي التي دعمت المجلس، هي التي منعت رئيس الجمهورية من العودة لأسباب متعلقة بمصالحها الاستراتيجية وشركة موانئ دبي والاستيلاء على الجزر في إطار سيطرتها على الممرات البحرية. وبالتالي السعودية الآخرين لا يستطيعون التمييز. أعطت ضمانات المملكة العربية السعودية بأنها بعد فك ارتباط المناطق الشمالية على الجنوبية سيتم نقل المعركة بين الحوثيين والجماعات الإسلام السياسي ومنظومة صالح وكل الجمهوريين في معارك في المنطقة الشمالية، معارك استنزاف، وبالتالي سيتحقق الهدف هو إضعاف الخطر الإيراني. وهذا كلام نظري يعني ناجم عن للأسف الشديد عن قصور رؤية لدى المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية موافقة على كل ما تقوم به الإمارات، والدليل على ذلك أنها هي تتابع تشكيل الميليشيات غير الوطنية للإمارات، تتابع سياستها في عدن، تتابع إيقافها يعني إعاقة تشغيل الميناء، تتابع إيقاف المطارات، تتابع الاستيلاء على الجزر، تتابع، وهي تعلم أن الرئيس ظل 45 دقيقة في مطار في الإمارات لقد كان عائدا، وهناك تهديد بين ولي العهد محمد بن زايد والرئيس على العودة أو سيتم قصف الطائرة. وبالتالي الرئيس بعد إقناعه عدل عن رأيه وذهب إلى الرياض ولم يرجع إلى الداخل. وبالتالي هل هذه المؤشرات بعيدة عن موافقة السعودية؟ المؤلم جدا هو أن تطلب السعودية أن تطلب الحكومة الشرعية تحقيقا من السعودية. صحيح أن بيان وزارة الخارجية لأول مرة أزاح يعني يكون في السابق يقول الأشقاء في الإمارات بدأ يعني ظهر مستحي ما زال عندما يتحدث مع السعودية ويخرج الإمارات، لكن أقل خطوة من أجل حماية السيادة الوطنية إلغاء التحالف مع الإمارات برسالة من رئيس الجمهورية تشكر الإمارات على مساعدتها خلال الفترة، رغم أن السلطة الشرعية لم تستدع الإمارات، السلطة استدعت المملكة العربية السعودية التي استدعت الإمارات المملكة العربية السعودية، ويبدو لي الضغوط السعودية على الرئيس أنه يعني أنها مصرة على بقاء الإمارات، لكن حتى السعودية يمكن لرئيس الجمهورية إلغاء التحالف برمته وإعادة العلاقة مع السعودية تحت إطار جديد، لأن هنالك خطر على السيادة الوطنية. نحن أمام خطر ربما يقود اليمن إلى أسوأ من الصوملة، لأن هناك ما هو يعني بلد عنده أزمة اكتمال في الهوية، بلد يمتلك ملايين السلاح، بلد تدار فيه معارك في الوكالة، بلد
مواقعه الاستراتيجية هامة ليس فقط للإمارات، هامة للأمريكان في سقطرة، هامة للروس، للبريطانيين. موارد نفطية، 28 مليون يمني موجودين، هنالك صراع دولي سيتم، وبالتالي طيب. السعودية مطلوبة دوليا لاستنزافها، وهي وكل ما يحدث في اليمن مرتبط بالسعودية. بالتالي أنا أتحدث عن هنالك أجندة إماراتية واضحة، وهنالك قضية تقلق السعودية بعيدا عن همها فقط هو تقويض الحوثيين وإضعافهم، ولكن لا تملك أي رؤية ولا هي ملتزمة بالمرجعيات، المرجعيات الدولية طيب. المرجعيات الدولية للأمم المتحدة والمبادرة الخليجية تقول المحافظة على سيادة اليمن وحدته، عودة السلطة الشرعية ودعمها. ما حدث هو يتناقض مع قرارات مجلس الأمن 2216، ويتناقض مع المبادرة، ويتناقض مع الإعلان الأول للتدخل دول التحالف التي قال فيها الناطق الرسمي لدول التحالف إنهاء الانقلاب وعودة السلطة وإنهاء الخطر حول يعني المهدد دول الجوار. كل ما حدث هو أن هنالك دولة تعمل مخالفة لذلك. أول خطوات السعودية ليس تحقيقا، لا نطلب تحقيقا، أنا أكمل الجملة، لا نطلب تحقيقا، نطلب إنهاء التحالف مع الإمارات، أو في أقل أضعف الإيمان إلغاء الحزمة الأمنية والنخب وإدماجها تحت القادة العام للقوات المسلحة، وعودة الحرس الرئاسي لمطار عدن وسيطرته على ميناء عدن، وتسليم الجزر سقطرة وميول إسرائيل. غير ذلك تقدمها الحكومة الشرعية ما بعد إجراء هذه التحقيق. لكن مسألة ما تفضلت به بالتعليق على ما ورد في التقرير، إن كانت الإمارات تدعم الحركة الانفصالية أو العكس، أصلا هذا يعيدنا إلى التساؤل عن المسؤول أصلا عما جرى في عدن، لأنه في الجنوب يرون بأن الحكومة الشرعية هي المسؤولة عن هذه الأحداث كونها لم تدير المناطق المحررة بالشكل المطلوب، تحدثوا عن فساد، تحدثوا عن تواجدها في النهاية في فنادق الرياض. وهنالك أيضا من يرى بأن السعودية بموقفها المتذبذب تتحمل المسؤولية أو جزء على الأقل من المسؤولية في مقابل مقاصد واضحة من قبل الإمارات في الجنوب. شوف، نحن تحدثنا من هذا الاستوديو قبل 3 سنوات، وكنا نقول ونتحدث ونقول أن لا يمكن لك أن تقوم بعملية إحلال لسلطة بديلة عن سلطة انقلابية واقعية إلا بالعودة إلى الجغرافيا، ومن ثم الإحلال التدريجي لها. نحن أمام، وسأربط للمشاهد وهذا في غاية الأهمية، لا يمكن لك أن ولد السلطة الشرعية أو العودة إلى الجغرافيا، لديها كانت نقطة ضعف في الجيش الوطني كان موالي للرئيس السابق المخلوع صالح. بالتالي أنت عندما تجي تؤسس ميليشيات خارج السلطة، هل تقصد تقوية السلطة؟ عندما لمدة 3 سنوات السلطة لا تعيدها للداخل، وهذه الأراضي تم استعادتها وفيها قوات وفيها أحزمة، هل أنت تعيد السلطة؟ عندما تقوم بإيقاف ميناء عدن وموارده، وإيقاف ميناء وعدم تشغيل عدن وميناء المخا، والإيعاز بعدم إيصال الإيرادات إلى البنك المركزي، عندما تمنع تصدير النفط والغاز للحكومة، عندما الحكومة بدأت بعقد أول اجتماع لوضع ميزانية وطالبت بتصدير النفط والغاز، تم التسريع بالمجلس الانتقالي للقيام بعملية انقلابية. بالتالي سأعيد المشاهد العربي إلى انقلاب الحوثيين، تحدثوا عن إسقاط الجرعة بمعنى الجرعة السعرية، تحدثوا عن فساد الحكومة، تحدثوا عن أنهم ارتكبوا الحكومة ارتكبت انتهاكات. نعود إلى عدن، فساد الحكومة، الحكومة ليست فاسدة ولم تفشل، هناك من أفشلها ليكون هذا الفشل هو مبرر. لكنهم يتحدثون عن عدم إدارة سليمة بالنسبة للمناطق المحررة. كيف تدير أنت تدير حكومة وأنت في 4 غرف، ونحن نعلم أن الإمارات العربية المتحدة وضعت الوزراء في غرفة في المعاشيق وتهددهم، وهم مهددين من الحزم الأمني، وهي التي تقوم بتحديد تحركاتهم، وهي التي تعيق. الآن عندما بدأت الحكومة تتحرك وضع ميزانية تم الانقلاب عليها، بالتالي هناك استراتيجية قصدية لإفشال الحكومة لتكون مبرر للانقلاب عليها. تماما نفس الخطوات، الحديث عن الإرهاب، عن جماعة الإسلام السياسي، عن خطر القاعدة، الدواعش، نفس جمل الحوثيين التي استخدمت، الحكومة فاسدة، الدواعش، المشروع مرتبط بعلي محسن الأحمر، جمل فضفاضة
الاستراتيجية. ولكن ألا ترى أن هنالك إشكالية في التعامل مع الأحداث، خاصة الأحداث العسكرية التي جرت في الفترة الأخيرة؟ اليوم الشرعية تطالب بالتحقيق فيما جرى من قبل السعودية، تستثني الإمارات في حديثها، بينما الإمارات تعمل على الأرض، وآخر ما استعدته هو حيس أول أمس. هذه عمليات حيس ما حيس، لا يمكننا الحديث عن مشروع عسكري. شوف، العمليات العسكرية متوقفة بصنعاء استراتيجيا لصالح التحالف، لأنها وهناك ضغوط دولية. إذا هنالك تحول حقيقي في دول التحالف العربي، فاستعادة تعز هو الذي سيغير المعادلة، لأن تعز مرتبطة بمشروع الوحدوي ولديها ثقل ديموغرافي، وبالتالي هم يعني تركوا تعز محاصرة وتعاني ثلاث سنوات لأسباب متعلقة بفصل حدود الشمال على الجنوب، وبنفس الوقت استنزاف جماعة الإسلام السياسي في مدينة تعز، وهذه المدينة يريدون تكون الموصل أو حلب في سوريا، يعني مخطط لها كذلك، ولكن هناك وعي من أبناء المدينة ألا تكون هذه المدينة حلب أو الموصل ليتم التدخل الدولي لمجاهدة الدواعش. نحن أمام مشروع استراتيجي إماراتي بضوء أخضر سعودي ومشاركة فعلية، لأنها لا تمتلك، لا يهمها سيادة اليمن وحدته. بالتالي الدول التحالف أفسدت السلطة ووضعت الرئيس خارج الجغرافيا، وهي الآن تتحمل مسؤولية الرئيس لأنه ضيف في السعودية، ولأنه هناك ضعف مادي يتحدث بخجل شديد ويطلب منها التحقيق، ولكن نحن نطالب بخروجها من أرضنا ومن سيادتنا. طيب، دعني أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا الآن، جمال المليكي، الباحث في الشأن اليمني. سيد المليكي، بداية أهلا فيك معنا. كنت أتحدث مع السيد شمسان وأنا ضيفنا في الاستديو حول المسؤول المباشر أو الذي يتحمل المسؤولية الأكبر تجاه أحداث عدن وما جرى فيها قبيل 10 أيام. وباعتقادي إذا أردنا أن نبحث عن جذر المشكلة، جذر المشكلة أن هناك التحالف العربي كان له أهداف معلنة، الأهداف المعلنة كانت هي استعادة الشرعية. ما تفعل الإمارات تحديدا في جنوب اليمن لا علاقة له بإعادة الشرعية، بل هو معيق لها. إذن نحن أمام دولة من دول التحالف على الأقل ثبت يقينا لدينا من خلال التقارير الدولية ومن خلال تتبعنا للأحداث على الأرض، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها أهداف مختلفة تماما عن الأهداف المعلنة، مما يجعل وجود الجد الإماراتي داخل الأراضي اليمنية في جنوب اليمن وجودا يعني اقرب الى المحتل منه الى اي شيء اخر. سيد جمال، هل هذه الاهداف التي تحملها الامارات، سيد جمال نعم اذا ما كنت تسمعني، هذه الاهداف التي تحملها الامارات هل هي اهداف مختلفه عن اهداف السعوديه في اليمن؟ هل هي اهداف مختلفه عن اهداف السعوديه في اليمن؟ تسمع، هو نحن نتكلم عن النظام السعودي، وهنا في جدليه قائمه اعتقد انه من الصعب حسمها بشكل يقيني، هو هل الإمارات راضية عما يحدث في الجنوب أم لا؟ أنا باعتقادي وما أمين له هو أن النظام السعودي في حالة كيس، في حالة عدم وعي بالتهديد القمري الذي يتعرض له، وبالتالي استطاعت الإمارات العربية المتحدة أن تنفذ من خلال الثغرات الكثيرة الموجودة داخل النظام السعودي في الوضع الراهن، ولا سيما أننا أمام رجل في 32 من عمره يريد أن يصل بشكل سريع لعرش السعودية، استطاعت أن تستثمر الإمارات هذه الحالة الشعورية لجزء من رأس النظام السعودي في أن تنفذ إلى بعض أروقة اتخاذ القرار داخل النظام السعودي. هذا التحليل الذي أمين له. مرة أخرى ليس هناك لدينا من القرائن والأدلة ما يجعلنا نحسم أن هل السعودية راضية عما تفعل الإمارات أم أنها مرهبة، أم أن التحليل الذي قلته أمين إليه هو الأكثر؟ طيب، اليوم جرى الحديث من قبل رئيس الوزراء أحمد بن دغر، وطالب السعودية تحديدا بالتحقيق في الأحداث الجارية، ولم يتحدث عن أو لم يطلب من الإمارات، بل طلب من السعودية في حال أجري هذا التحقيق، إلى ماذا سيرشح برأيكم؟ لا أعتقد أنه يعني وفقا للمعطيات الحالية الموجودة على الأرض أنه يعني هناك ما يدل التفاؤل بهكذا تصريح، سيعتبر شكل من أشكال الضغط، لكن ما زالت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ما هو المطلوب إذن سيد جمال؟ ما هو المطلوب؟ أنها
متناغمة. طيب سيد جمال، إذا كانت يعني هكذا مطالبة من سيد رئيس الوزراء لن تجدي ولن تنفع. لا أعتقد أن هذا سيحدث بسهولة أو طيب. في الوقت القريب على الأقل. سيد جمال، إذا كانت هذه المطالبة لن تجدي نفعا بحسب رأيك، ما هو المجدي إذن؟ ما هو المطلوب؟ المجدي هو للأسف نحن نتكلم في لحظة يعني مكتزئة من السياق. نحن كنا نقول منذ البدايات أنه على الشرعية أن تبقى على مسافة بينها وبين التحالف. هذا التناهي المبالغ فيه ووضع البيض في سلة واحدة من قبل الشرعية ومن قبل القوى السياسية المحلية جعلنا أمام سؤال عددي، ما الذي يمكن أن يجدي؟ للأسف لا يمكن شيء أن يجدي في ظل هذا الارتماء في حزب التحالف. التحالف تمت دعوته على حسب المعلن وحسب ما يعرفه العالم وقبل العالم بهذا التدخل بسبب أنه جاء بناء عداوة من الرئيس هادي. كان ينبغي على الرئيس هادي والفريق الذي معه والحكومة أن يكون هناك مسافة تتيح له إذا أراد أن يقول لا أن يستطيع أن يقول لا، لا أن يتماهى بهذا الشكل المخجل للأسف الشديد مع أهداف التحالف لدرجة لا يستطيع اليوم أن يفعل شيء حقيقي وذو قيمة. شكرا جزيلا لك جمال البليكي الباحث في الشأن اليمني، كنت معنا هاتفيا. سيد شمسان، التخوفات من حرب أهلية ربما مقبلة في حال استمرار الأحداث في عدن، هل هي منطقية؟ منطقية كثير، لأن كما تعلم عندما يكون هنالك ما يسمى لدينا بدعم من الإمارات لدينا هويتين وطنيتين، بمعنى أنهم ساعدوا بوجود هوية شمالية وجنوبية، ساعدوا بإيجاد هوية عقائدية زيدية وسنية، ساعدوا باستدعاء الهوية السابقة للدولة من مناطقية وقبلية، هناك نظام يعني مؤشرات إنسانية وتنموية منخفضة، هنالك مشاريع ما قبل وطنية للجماعات، هناك بلد مملوء بالأسلحة، هناك صراع دولي في المنطقة، صراع إقليمي. إيران لن تتنازل عن وجودها وعن ذراعها في اليمن لأنها تستهدف المملكة العربية السعودية ويتوجب أن تكون في خاصرتها، وبالتالي هذه المشاريع إذا ما تم الذهاب في الحرب في اليمن أو الاحتراب وهذا وارد كبير أن تتشظى إلى أكثر من 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 جغرافيا، فإن الهدف التالي بعد اليمن المملكة العربية السعودية، حيث هناك يعني ما يقارب 28 مليون، هناك قطاعات سلاح، هناك أيضا يعني دعم الكيان التابع لإيران داخل الأراضي السعودية سيكون عمليا ومفتوحا، أيضا النزوح والكوارث الإنسانية ستكون إلى عمان مسقط وإلى السعودية، هذا كله الملفات تتحملها. طيب في 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 مقابل كل هذا الانفصاليين السعين للسلطة دعنا نقول يتغزلون بالحوثي سياسيا على الأقل حسب ما تحدث أو نقل البعض أو وصف ذلك بعض الباحثين بالشأن اليمني. الحوثي تحديدا أين يقف من أحداث اليمن؟ هناك تنسيق بين وتدريب لعناصر من الحراك ما قبل الأحداث الأخيرة في بيروت ودعم إيراني للحراك، وطبعا كما تعلم للمشاهد العربي الدولة الزيدية اليمنية والإمامية حكمت الجغرافيا الشمالية منذ يعني لعقود طويلة، وكانت فارس موجودة في اليمن. الإيرانيون لا يريدون أحيانا قد يتنازلوا عن كامل الجغرافيا اليمنية مقابل وجودهم في المناطق الشمالية في الجغرافيا التاريخية للمذهب الزيدي التي تم حرفها باتجاه الاثنى عشرية، وبالتالي هم يريدون يعني يعرفوا أن هناك صراع دولي على المواقع الاستراتيجية سيقبلون بالتوافق الدولي على الوجود في المنطقة الشمالية، وبالتالي هم يقدمون الدعم للحراك طالما أنه يضعف السلطة الشرعية ويجعل منهم سلطة واقعية حقيقية، وبالتالي يلتقي الطرفين من حيث أن وجود السلطة الشرعية تضعف شرعيتهما، وبالتالي سيقدمون الدعم الإعلامي وسيتحدثون عن مظلمة، ولكن أيضا هذا غير مضمون لأنهم قدموا ضمانات سابقة أنهم لن يتجاوزوا منطقة عمران وأن هدفهم هو الانتقام من علي محسن الأحمر وضرب الجماعات ما يسمى بالداعشية وهم الإسلام السياسي، ولكنهم كانوا قد أعدوا خطة للاستيلاء على صنعاء، والآن يقدمون ضمانات للجنوبيين وللحراك الجنوبي بأنهم مع مظلمتهم ولكن قد يدعون قطاعات من الشعب اليمني ويخلطون الأوراق للدفاع عن السيادة اليمنية والوحدة والعودة مرة أخرى إلى المناطق الجنوبية أمام مشروع إيراني يأخذ مساحة أوسع
ليأخذ مساحة أقل، بالتالي دول التحالف تلعب بالنار في منطقة مملوءة، يعني تعتبر خزان باروت، وبالتالي نحن نحمل دول التحالف الثنائية كل ما سيترتب على الوضع في اليمن. أشكرك جزيلا أستاذ الدكتور عبد الباقي الشمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي، على حضورك معنا في عين على اليمن. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.